بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع مستر سنهابي الدسوقي، معلم خبير لغة إنجليزية مدرسة الشواشنة الثانوية. أعزائي الطلاب والطالبات، اليوم هنبدأ أول حلقة من سلسلة جرامر. هنبدأ النهاردة بشرح Past Simple Tense، زمن الماضي البسيط. Past Simple Tense، الماضي البسيط. هنتكلم على Formation، التكوين. أعزائي الطلاب، لو لقينا الفعل I يعني أنا، و نحن، you أنت أو أنتي أو أنتم أو أنتن، they هم أو هن، للعاقل والغير العاقل، أو أي اسم جمع، لو لقينا هي هو شي هي ات هو او هي الغير العاقل واي اسم مفرد، يبقى شكل الماضي البسيط فيرب منتهي بدي او اي دي او اي اي دي، وعندنا الريجولار فيربس الافعال الشاذه. المثال الاول، ادي اي بلايد لعبت، ادي الفعل منتهي باي دي فوتبول. المثال الثاني، ذا بويز الاولاد جمع، الماضي من go went to school ذهبوا إلى المدرسة. we نحن went الماضي من go to school، يبقى عادي الماضي البسيط مع I مع الجمع مع we مع they went to school you went to school. استفدنا من الشريحة دي إن الماضي البسيط مفيش مشكلة مع المفرد أو الجمع. هنلاحظ بقى شكل الماضي البسيط إذا انتهى الفعل بإي فإحنا بنضيف له إيه؟ دي. مثال كده يا مستر، او لايك منتهي بايه يحب بقى لايكت، طبعا خلي بالكم الدي بنطقها تاء لايكت. دانس يرقص بقت ايه؟ دانسد دانسد، ماضي بسيط منتهي بايه يبقى نضيف دي على طول. طيب اذا انتهى الفعل بواي بيسبقه حرف ساكن، بنحول الواي الى ايه؟ الى اي قبل اضافه اي دي. مثال يا مستر كده، ادي كاري منتهي بواي قبلها ار حرف ساكن، بقت carried يحمل. study بقت ايه؟ studied، قلبنا الواي الى اي وقبلها حرف ايه؟ ساكن. طيب اذا انتهى الفعل بواي بس قبله حرف متحرك a e i o u، بنخلي الواي زي ما هي ونضيف اي دي. مثال كده يا مستر، stay ادي واي وقبلها a، ادي play واي وقبلها a حرف متحرك زي ما انتم شايفين، الواي زي ما هي وضفنا اي دي بالستايد بلايد. كده عرفنا شكل الماضي البسيط يا جماعه. تمام، هنتكلم على يسج الاستخدام. الماضي البسيط بيعبر عن حدث انتهى في الماضي، خلاص خلص. مثال، وي ستاديد فرنش لاست ويك، ادي الفعل وي، ادي ستاديد ماضي بسيط منتهي باي اي دي فرنش، وادي الكلمه الداله لاست ويك. He drank الماضي من drink يشرب، drank a moment ago وادي كلمة ago. يعبر الماضي البسيط عن عادة في الماضي، عادة في الايه؟ في الماضي. مثال يا مستر، هنا أحمد used to اعتاد أن وانتهى، وادي المصدر بعدها playtons when he was young. هنا هنلاحظ used to اعتاد وانتهى، وعندنا was في الماضي وأداة الربط when، يبقى أحمد اعتاد أن يلعب تنس عندما كان ايه؟ شابا صغيرا. بيعبر عن وصف احداث في سرد قصة، يعني انا لما اكتب قصة بكتبها في الماضي، تمام؟ حتى لو جالنا باراجراف واكتب قصة بنستفيد ان احنا بنكتب الاحداث في الماضي. سارة، ادي سارة فاعل اهو، مفرد عادي مفيش مشكلة عادي. فاوند الماضي من فايند يجد، فاوند اباد وجدت حقيبة. ذن شي هنعدل دي شي ونت تو ذا بوليس، ذهبت الى الايه؟ الى الشرطه. Last summer الاسبوع او الصيف الماضي، I went ذهبت to Alexandria and I swam الماضي من swam يسبح in the sea every day. هنا every day كل يوم ملهاش تاثير خالص، ده حاجه كانت بتستخدم في الماضي اهو. Last summer انا ذهبت الى الاسكندريه وسبحت في البحر عادي كل يوم معتاد على ذلك، يبقى هنا عادة في الماضي.
بنستخدم الماضي البسيط في الحالة التانية الاف اللي هو بعدها ماضي بسيط وبعدها وود والايه والمصدر اللي هو تعبر عن الخيال. اف هي هيلبت اس، ادي قاعدة اف لو، وادي فعل الشرط هيلب ماضي بسيط، اس مفعول، وي وود ادي وود الماضي من ويل وين، ودي الحالة التانية. اف ماضي بسيط وود والمصدر تعبر عن حدث خيال او غير واقعي. تستخدم مع وش، طبعا وش لها كلام كتير قوي، احنا هناخد منه الجزء ده بس، ان قاعدة وش لا يستخدم بعدها مضارع بسيط ولا تام ولا مستمر. بنستخدم ماضي بسيط ليعبر عن امنية في الحاضر. مثال يا مستر كده، I wish I played well. خلي بالكم هنا ممكن نكتب now، بتمنى الان ان علي يلعب. يا مستر وش يتمنى مضارع وبلايد ماضي، اه لان وش يجي بعدها ماضي بسيط يعبر عن تمني او امنية في الحاضر. يبقى انا بتمنى ان علي يلعب الان. I wish she was with us now. ادي now هنا يا مستر، وينفع was؟ اه ينفع. ليه يا مستر ما ينفعش الكلام ده؟ ما خدناهوش هنا. دي قاعدة wish، اولا ما يجيش بعدها مضارع. هو انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول I wish she is عشان now، صح؟ ولكن قاعدة wish قالت ما ينفعش بعدية مضارع، فبستخدم الحالة دي ماضي بسيط مع وجود كلمة now. اه مع وجود كلمة now. يبقى I wish she was with us now، بتمنى ان هي تكون معنا الان. It's time بعدها فاعل بعدها ماضي بسيط، حان الوقت. خلي بالكم انا عارف ان انتوا عايزين تقولوا ايه، عايزين تقولوا احنا يا مستر بنقول it's time to عادي، انما وجود فاعل يبقى ماضي بسيط على طول يا محترم. It's time اميره arrived، يبقى حان الوقت ان اميره وصلت. طيب It's time فاعل ماضي بسيط. مثال تاني ده هو It's time you got up. It's time حان الوقت، ودي you ودي got ماضي بسيط. قاعدة يبقى قولوا معايا محترمين كده، قولوا معايا It's time فاعل ماضي بسيط. اه تمام. عندنا would rather يفضل، برضو فاعل ماضي بسيط. would rather بعدها فاعل بعدها ماضي بسيط. I'd rather لو ما قلناش الفاعل هنا كنا نقول help. تمام، سامع انا وفاهم كلامكم اهو، صح؟ احنا كده من ايه بنحاول نربط بما نعرفه. يبقى I'd rather help him. انما لو جبنا فاعل I'd rather she، يبقى help them ماضي بسيط، would rather فاعل ماضي بسيط، would rather فاعل ماضي بسيط، I'd rather he went. طب عايزين نحذف ايه؟ يبقى I'd rather go home early. يبقى قولوا معايا I'd rather فاعل ماضي بسيط يفضل. used to اعتاد ان وانتهى بعدها ماضي بسيط. I used to smoke، اعتدت ان انا ادخن بس بطلت بقى. but I don't smoke now، لا ادخن الان. شفت النص ده used to ماضي بسيط، شفت النص ده now الان بقى don't. لو خلينا I he هتبقى هنا he doesn't. تمام تمام. used to، خلي بالكم الجملة دي I used to be late but now I am not، راحت فين don't وراحت فين doesn't؟ خلي بالكم بقى used to be، لو قال be يبقى على طول احنا لا هنفتكر don't ولا هنفتكر doesn't خالص. احنا هنشتغل على verb to be اللي هو am is are. am is ايه؟ are. يبقى I used to be late but now I am not. طب لو قلنا he، يبقى he used to be late but now he isn't. طب لو قلنا they، يبقى they used to be late but now they aren't. تمام، جملة جميلة جميلة الجملة دي. لما بننفي used to، تمام didn't used to، وخلينا use مش used عشان didn't بعدها المصدر. my sister didn't used to get up late، ما اختي لم تعتاد ان هي تصحى متأخر. يبقى used النفي بتاعها didn't، وهنحول used الى ايه؟ use. تمام. used to، he used to study hard، اعتاد انه يذاكر بجد. when he was a student، عندما كان. يبقى هنا اعتاد وانتهى used to بعدها الفعل في المصدر. used to المصدر. he used to study hard when he was a student. السؤال يا محترمين، ازاي بسأل في الماضي البسيط؟
طبعا بنستخدم أداة استفهام عادي، وبعدين ديت، وبعدين الفاعل والمصدر، وفي الإجابة لا نستخدم ديت. تعالوا نشوف الكلام ده. بصوا يا جماعة، he went to school، أدي هنا قلنا where أين عشان school، وبعدين went ماضي بسيط استخدمنا ديت، وبعدين هي اللي هو علي، وبعدين المصدر go، where did he go in the morning، راح فين. يبقى لما نيجي نجاوب نقول he went to school، he was at school. الجملة دي أنا جاي أعملها ليه؟ لأن معظم الطلاب أسأله يقول لي بنسأل بديت. طب يا جماعة هنا الفعل مين؟ was. خلاص لو كان الفعل was أو were مفيش ديت. طب أعمل إيه؟ أسبق الفعل على الفعل. was he at school؟ where was علي؟ لو هستخدم أداة استفهام. لو مش هستخدم أداة استفهام يبقى was علي at school؟ yes he was. طب أنا هستخدم أداة استفهام على المدرسة where، وبعدين was he، يبقى عدلنا المعلومة. يبقى الماضي البسيط بسأل بيه did أو ايه was أو ايه were. رجعنا تاني اهو انك فكرت I بقت you، played في الماضي البسيط يبقى ايه did. What did you play؟ واو تمام تمام سامع انا. which sport؟ اي رياضة. تمام، انما انا مركز على played في الماضي البسيط يبقى ايه did، واي اتحولت ليو. طب لو كان في was were اوعى تستخدم did. تمام، did حسن لايك فوتبول؟ يس هي داد، نو هي ديدنت. بسأل بديد وانفي بديدنت. يا مستر انت استخدمت ديد صح عشان لايك لايكت. تمام، واز حسن ات سكول؟ يس هي واز، نو هي وازنت. فين ديد يا جماعه؟ مفيش، لان الفعل الاساسي واز او وير، يبقى واز في الاجابه واز بالاثبات، في النفي wasn't. لو كانت وير ذاي ويبقى وير. عدلنا المعلومه تاني. يبقى انا هقول كده وانتوا تقولوا معايا، لما باجي اسال سؤال والفعل في الماضي البسيط بسال بايه؟ بديد. طب لو كان الفعل الاساسي was يبقى was، لو كان وير يبقى ايه؟ وير. النفي didn't، كلنا بنقول didn't، هنكمل بقى wasn't weren't. تمام، محدش يقول لي دي انت بس. تعالى ادي امثله. شي بلايد، ده ماضي بسيط صريح اهو، بلايد يبقى didn't play. didn't ايه؟ play صح. I went يبقى didn't go، ماضي بسيط went يبقى didn't ايه؟ go. طيب هو شي نوت ات هوم، نختار didn't ولا wasn't؟ اه في ناس بتقول didn't ماضي بسيط يبقى حفظت. طب هل didn't بعدها مصدر؟ لا، يبقى wasn't. يبقى ايه؟ wasn't. لو استخدمنا نيفر ما نستخدمش نوت، معروفه دي. او احمد didn't study، didn't study لو شطبت didn't ممكن اخليها نيفر، يبقى رجع الفعل الاصل وبقى ماضي بسيط studied. تمام، طب اقول لي استخدم نوت، اشطب نيفر واستخدم didn't، يبقى احمد didn't study English هي هي بالظبط، احمد never studied English. يبقى مع never مفيش not، مع not مفيش never. كلمات الدالة على الماضي البسيط yesterday، last، ago، بس last بعدها الزمن last year، a year ago، last month، a month ago، last week، a week ago، in the past، past date. يعني ايه past date؟ التاريخ في الماضي، من احنا في 2020 انزل بقى 2019 2018، when، before، by the time. he visited his uncle yesterday، ادي yesterday ماضي بسيط، visited ماضي بسيط، before بعدها فاعل ماضي بسيط. تمام، ادي هنا before قبل، he went to bed he had done his homework، يبقى before بعدها ماضي بسيط بعدها ماضي ايه؟ تام. before he went ماضي بسيط، بعدين الحدث الاول had done عمل الواجب قبل ما يروح للسجن. قولوا معايا before فاعل ماضي بسيط، الفعل التاني ماضي تام. by the time نفس before، قولوا معايا by the time فاعل ماضي بسيط، او by the time شفت before وبعدين هي فاعل وبعدين went to bed he had done his homework، يبقى by the time بتساوي مين؟
بيفور بعدها فاعل بعدها ماضي بسيط. وين فاعل ماضي بسيط، تمام، يبقى بيفور باي ذا تايم وين فاعل ماضي بسيط. When he went to Cairo he visited the pyramids. الحدثين دول يا جماعة تمام في نفس الوقت أو مفيش فاصل، يعني لما ذهب للقاهرة زار الأهرامات، مش فيش حدث قبل حدث. فعشان كده وين فاعل ماضي بسيط والفعل التاني ماضي ايه بسيط. لتحويل الجملة في المضارع البسيط إلى المبني المجهول، الماضي احنا هنغير كلمة المضارع البسيط دي نخليها الماضي البسيط يا جماعة لو سمحت. يبقى تحويل الجملة في زمن الماضي البسيط إلى